اوكي هاي بنات، انا النهارده اخيرا هعمل واتس ان ماي باج، او ايه اللي في شنطه ايدي بتاعت كل يوم. انا من ساعه، اعتقد من فتره طويله، من قبل ما ابتدي اعمل فيديوز بطريقه منتظمه، وانا نفسي اعمل فيديو واتس ان ماي باج، لان حاسه اتغيرت قوي من ساعه ما سافرت وبقيت اشيل حاجات اكتر. فمبسوطه جدا انا اخيرا هعمل الفيديو ده. النهارده الجو حر نار وانا لسه راجعه من بره، فلو شعري مقلفت او اي حاجه. اوكي، اول حاجه شنطتي. هو انا للاسف طبعا استخدمتها كتير، بس شنطتي من ماركه اسمها تادي بليك. انا فرجتها لكم على الانستغرام، وساعتها وعدتكم ان انا هعمل الفيديو بتاع واتس ان ماي باج. وانا الشنطه دي انا بحبها جدا. هي جاتلي بي ار، جاتلي هديه من شركه تادي بليك. هي جلد طبيعي، ومن جوه زي سويد او جلد مقلوب كده، مش سويد، جلد مقلوب من جوه، من بره جلد طبيعي. وانا اخترت اللون الجراي، وكنت قلت لكم في الانستغرام ان هم عندهم موديلات كتير، مش بس الموديل ده. انا اخترت الموديل ده عشان بحب الايدتين القصيرين قوي، عشان بحس ان انا اقدر امسكها كده تبقى شيك، او اقدر امسكها كده بحبها قوي كده برضو، واقدر امسكها بالايد الطويله. بس انا بمسكها على طول من ساعه ما جبتها، فرحانه بيها جدا. فهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف لو عايزين تروحوا تتفرجوا على الموديلات المختلفه. واعتقد هم قالوا لي ان هم هيعملوا سيل بمناسبه ال 4th of July، ده عيد قومي عندهم في امريكا، فهيعملوا خصومات هناك لو عايزين تتفرجوا عموما على الموديلات. هم عاملين موديل باسم كل بنت. انا ما بصيتش برضو الموديل بتاعي اسمه ايه، بس الموديل بتاعي هو ده شكله. وانا جايبه كمان المقاس الصغير، ورغم كده هي كبيره. هي مقاسها حوالي 30 سنتي بالعرض، فهي مش كبيره قوي، بس رغم كده بتشيل كل حاجتي ومش محتاجه اكبر من كده. كمان المقاس الصغير مخليها شيك شويه. فرحانه جدا بالشنطه ديت وحباها جدا. وزي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، واعتقد ليا كود برضو بيعمل خصم مش كتير قوي، 20 دولار او حاجه، ممكن يبقى على قد الشيبينج او حاجه. بس هسيب لكم اللينك تحت، وروحوا اتفرجوا شوفوا الموديلات المختلفه وانهي موديل هيعجبكم كده. بس فانا هفرجكم ايه اللي جوه شنطتي. انا بس هفرجكم العلبه اللي هي بتيجي فيها. دي العلبه اللي جت فيها، علبه حلوه جدا، وماجنت، وممكن تتشال كده، ممكن تقفليها. وجالي معاها برضو داست باج، اللي هو الكيس اللي هو بيبقى قماش، كيس قماش عشان اشيلها فيها، عشان لما اجي اشيلها، بس انا مش بشيلها، بلبسها على طول. اوكي هفرجكم بقى ايه اللي جوه الشنطه. اولا هي فيها سوسته من هنا وسوسته من هنا. انا طبعا شنطتي مفتوحه، انا الناس اللي شنطتهم على طول مفتوحه. فيها سوسته من هنا وسوسته من هنا، وحته في النص فاضيه. فانا هبتدي الاول بالحته اللي في النص، عشان هي دي الحته اللي بحط فيها الحاجات اللي عايزه امد ايدي واخدها بسرعه. اول حاجه ازازه ميه، عايزه اجيب ازازه ميه تبقى مش بلاستيك عشان احافظ على البيئه. تاني حاجه شمسيه، دي لو حد في كندا، دي من جو فريش، من شوبرز دروغ مارت. جو فريش برضو بيتباع في سوبر ستور لو حد في كندا يعني. بعد كده ماسك، عشان لو احتجت البس ماسك وانا بره. بعد كده اهم حاجه، اهم حاجه الميه بتاعت افان. انا الميه ديت من اكتر الحاجات اللي بتنقذني. ساعات بجد ببقى حبطانه، الظهر الجو بيحرر قوي، وببقى فعلا هيغمى عليا، ومهما كان التكييف عالي بحس ان انا، ده بيخلي الجو يسقع 10 درجات مثلا. جست ان انتي ترشي البتاع ده، انا اتمنى ما اكونش رشيته على الكاميرا ولا حاجه. بعد كده طبعا الموبايل بيبقى معايا، بس انا بصور على الموبايل، فدي حاجه تانية. بعد كده معايا نضاره الشمس، دي نضاره الشمس بتاعتي. بعد كده معايا سبراي اللي هو الهاند سانيتايزر، لو مسكت اي حاجه في الشارع او باب محل او اي حاجه، بقوم مطلعه ده على طول بعدها ورشه على ايدي، بس بحاول ان انا مخلصوش، مخلصه ده خلصان شويه وده فيه. بعد كده عندي النوت بوك بتاعتي، دي انا كنت اتكلمت عنها في فيديو الجورنالينج. دي بكتب فيها لو انا مثلا عندي اي مشاعر مضايقاني، او اي حاجه
على بالي، بحاول اكتبها فيها، بحاول انتظم عليها، وفعلا انتظمت الفترة اللي فاتت، وكذا حد كان طلب مني اني بعمل فيديو عليها. بعد كده معايا علبة كلينكس وتوكة شعر عشان حبيت اللي مش عارف. دي كل الحاجات اللي في النص. بعد كده عندي ناحية، الناحية اللي هي مكتوب عليها من هنا تادي بليك، دي اللي هي بتبقى ناحية جسمي، دي بحط فيها محفظتي والحاجات المهمة يعني اللي مش عايزاها تتسرق بعد الشر. اول حاجة مفاتيحي، فيها اسد، وفيها مفتاح العربية والبيت والحاجات دي. بعد كده عندي محفظتين، واحدة دي الاول، دي كارد هولدر، دي كانت من جوتشي. انا بحب جوتشي جدا، لان وانا صغيرة بابايا كان بيجيلي حاجات كتير من جوتشي فبيفكرني ببابايا. فعندي هنا الكروت بتاعتي، كروت كارت التأمين الصحي، وطبعا البنك، وكل الكروت اللي انا بحتاجها اللي بحتاج استعملها كتير. المحفظة التانية دي بقى، دي كانت جايالي في شنطة على ظهري، كانت من ديفيد جونز، كانت الشنطة ديت من ماركة اسمها ديفيد جونز، اعتقد بتتباع في بيكسي في مصر. ودي حاطة فيها فكة قروش دولارات يعني، وحاطة فيها الكروت اللي مش بستخدمها كتير، يعني مثلا مثلا رقم تليفون مثلا الكوافير او حاجة كده يعني، زي ما قلت مين لي فكة والكروت اللي مش بستخدمها كتير. لكن دي اللي هي دي اسمها كارد هولدر. كنت زمان الاول ما كانش ليا في الكارد هولدرز، كنت بمسك محافظ، وبعد كده اكتشفت ان انا ما بستخدمش فلوس خالص، تقريبا بستخدم كروت بس، وما بقيتش محتاجة المحفظة. وكمان بقيت استخدم الموبايل، الجراب بتاع الموبايل، ان انا احط فيه كروت، فخفت على الموبايل يبوظ، وخفت الجراب يبوظ وكده، فقلت اجيب كارد هولدر. وكان الاول بيعجبوني قوي بتوع الدو، اللي هو وانتي بتدفعي بيبقى جنب جنب الراجل اللي بتتحاسبي، بيبقى فيه شوية كده، كان بيعجبوني جدا، بس عمري ما كنت عارفة انقي واحدة. بعد كده دي صراحة حبيتها جدا، وبصراحة قررت ان انا اجيبها. فدي الكارد هولدر بتاعتي، ودي محفظة اللي هي بحط فيها بقية الحاجات بتاعتي. واعتقد دي كل حاجة في اللي هو الناحية اللي ناحية جسمي اللي ببقى مش يعني حط فيها مني الروت والحاجات المهمة. بعد كده الناحية التانية حط فيها دواء مسكن، ده مسكن يمشي صداع ويمشي للجسم وكده. وحط فيها قلم جاف عشان لو حبيت اكتب حاجة في النوت بوك بتاعتي. بعد كده فيها دواء تاني بانادول للصداع برضو. بعد كده في شوية توك همش ايه لازمة هشيلهم هرجعهم مكانهم. بعد كده قلم تاني هرجعهم مكانه برضو. وبعد كده حط فيها روجين، انا بحب الروجات الصغيرة في الشنطة عشان تاخدش مكان تطلعي تحطيها. اللون ده انا بحبه جدا، بس هو كول توند عليا، او لونه بارد على لون بشرتي يعني. انا المفروض يبقى كنت اجيب لون اغمق، بس ده كان جالي في ست مع واحد تاني، بس هو لونه بارد شوية على لون بشرتي، وعايز واحدة يا اسمر يا افتح. وبحط معاه اللون ده، ده كان من كلارنس برضو، كان جالي ببلاش لما جبت حاجة كلارنس وقت الكريسماس، كانوا ادوني هدية ست 3 روجات ببلاش، فده كان جالي ببلاش برضو. ايه تاني؟ بس دي كل حاجة في شنطتي. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، و اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة في شنطتي انتوا ما كانتش في بالكم انها في شنطتي، او ان انتوا بتبقوا ناسيين تاخدوها معاكم، او لو حاسين ان في حاجة ممكن احطها معايا وانا بنسى احطها معايا قولولي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تروحوا تتفرجوا على بقية موديلات تادي بليك، عشان هما ماركة حلوة جدا، اسعارهم معقولة بالنسبة لهم جلد طبيعي، وان هما غاليين شوية، بس يعني برضو ارخص من حاجات تانية كتير. بس انبسطت جدا، في ناس بعتولي قالولي ان هم يعرفوا الماركة دي من زمان، فانا فرحانة جدا بالشنطة ديت، ومبسوطة اني عملت الفيديو ده اخيرا. بس مستنيه الكومنتس بتاعتكم، بس اشوفكم ان شاء الله قريب في الفيديو الجاي. باي.